ازيكم يا صحابي؟ انا علي. وانا علاء. احنا اتنين توأم. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. عايزين نقول لكم ان احنا الاتنين بنحب القراية جدا جدا، وانا عارف ان انتوا اكيد زينا بتحبوا القراية زينا كتير، وعلشان كده احنا كل يوم هنجيب لكم معلومة جديدة وحكاية جديدة وفزورة جديدة هنحكيها لكم، وهنسألكم في الاخر سؤال هنستنى منكم ان انتوا تساعدونا فيه. ويا ترى جاهزين يا اصحابي عشان نعرف مع بعض قصة النهاردة؟ احنا قرينا النهاردة في كتاب عن الطيور. الكتاب ده بيقول لنا ان في عندنا طائر، الطائر دوت ملوش صفات الطيور، وده اول الطيور المهددة بالانقراض. طيب هو اول الطيور المهددة بالانقراض، بس احنا اجتهدنا شوية ودورنا على اللي احنا بنقرا فيه، وعشان كده احنا جبنا لكم فيديو عن الطائر، وجبنا لكم كمان شكله وصفاته. هو اخويا لسه قايل ان هو طائر مهدد بالانقراض، بس بيشبه الطيور في ايه؟ في انه بيبيض وليه منقار، لكن ما عندوش ولا ريش، بس عنده شعر ناعم. طبي ان الطائر دوت ملوش اجنحه ووزنه تقيل جدا جدا، ولو احنا بصينا عليه هنلاقي ان الطائر دوت شكله بيشبه ثمره احنا بناكلها. طيب هو الطائر ده ما عندوش اجنحه ووزنه تقيل، عشان كده ما بيعرفش يطير، وبيعيش في حته اسمها نيوزيلندا، وفي علماء كتير قوي بتعتقد ان هو اقدم الطيور اللي في العالم. وهنقول لكم على حاجه بسيطه تسهل عليكم، ان الطائر دوت معانا اسمه بيشبه اسم فاكهه، الفاكهه اللي احنا شفناها مع الطائر في الصوره. يا ترى ايه اسم الفاكهه وايه اسم الطائر؟ هنستنى منكم الاجابه اسفل الفيديو. سلام.